بسم الله الرحمن الرحيم. الصراحة اشتقت لهالمريولة واشتقت للمطبخ واشتقت ارجع اعملكم طبخات من اول باب جديد. اليوم بدي اعملكم اكلة خفيفة ظريفة بدون اي تعقيدات وكلفتها كمان خفيفة على الجيبة، اللي هي الطنطومة التركية. هي عبارة عن صدر دجاج وشوية بهارات واخر شي منلفها بخبزة وبتطلع اطيب سندويشة. راح فرجيكم اليوم طريقة من الالف للياء، راح تحبوها كتير. يقربوا لعندي وشوفوا لي هالشوفة وتعرفوا معي على المقادير. في عندي هون تقريبا كيلو صدر دجاج بهالشكل هذا مثل ما تكون شايفينه، انا بشتريه من البيم دائما. اول شيء شو بدي شايفينه يا حبايب؟ بدي افرمون. دائما صدر الدجاج اول ما بتاخدوه بتنطفوا هدول الشوائب منه، لان هي بتكون فيها شوية دم، وهالاعصاب هي بتشيلوها على طرف، وبعد منها بننتقل للفرم. راح نفرمه بشكل مكعبات ناعمة، او مثل بيقولوا عليها راس عصفور، بس راس عصفور صغير مو راس عصفور كبير. شايفينه شلون؟ بهالشكل هذا. هاي اول مرحلة. موضوع كتير بسيط، واغلب الصبايا والشباب بيقولوا لي انه صدر الفروج بيكون ناشف. هلا رح تتفاجئوا بصدر الفروج وتتفاجئوا كمان بطعمته، لان كتير رح تحبوها. شوفوا هون في شقفة عظمة، انتبهوا على العظمة هاي بتخليكم السكينة ما تمشي. بهالشكل هاد شرايح. والصراحة هلا بدي باشر بالوصفات، لاني صار لي فترة منيحة. شفتوا انتو شلون، ما حسنا نصور ابدا، كنا بوضع لا يسمح التصوير. وهلا رجعنا ان شاء الله، راح نعوضكم على الايام السابقة كلياتها. راح فرجيكم الوصفات راح تحبوها كتير ان شاء الله، وفي تجهيزات ظريفة كتير كمان راح نساويها قبل رمضان. راح افرم الصدر كلياته وارجع افرجيكم المراحل حبة حبة. هذا الحجم اللي حكيت عليه في البداية، موضوعه كتير بسيط وسهل. هلا راح نشغل الغاز، وهذا الصاج موفر عندي، ممكن اي صاج عادي، ممكن قلاية، اي شيء ممكن تقلو فيه. راح ننزل فيه الصدر على حاله بدون اي اضافات. يعني هذا مثل ما بيقولوا حاليا بدون زيت بدون اي شيء، بس على حاله لحتى يتغير لونه وينطبخ وتطلع ميته، بصير بضيف الاضافات الثانية. وبالنسبة لأهلنا بسوريا فيكم تستخدموا اي نوع صاج او قلاية موجودة بين ايديكم، بس نحن هون مثل ما بتعرفوا بتركيا كل شيء موفر لعنا، فلذلك فينا نستخدم المعدات اللي بتصير معنا. فالموضوع كتير سهل. وفي منا انواع تانية مثل ما قلت لكم، هي بصدر الدجاج وبلحمة العجل وبلحمة الغنم. اليوم راح اشتغل لكم اياها بصدر الدجاج، وبعدين راح انزل لكم الطرق الثانية ان شاء الله. لاحظوا معي صدر الدجاج كيف صار ابيض كلياته، شايفين؟ وصار يطلع منه مي. هلا بدي هالمي هي تطلع لحتى اضيف باقي المواد والبهارات وكيف بدي اساويها، شايفين؟ لحتى تستوي بشكل كامل. بعد ما استويت مثل ما تكون شايفين، هلا اضيف الكاري، معلقة كبيرة كاري مشان اللون ومشان الطعم بنفس الوقت. طبعا ما في ريحة زفر ولا في اي ريحة مزعجة ابدا ابدا، بالعكس ريحة الكاري هلا وريحة الفروج قبلها كانت رائعة جدا الصراحة. شايفين شلون الكاري عطاها لون رائع، وبنفس الوقت ما ضل مي بأرض الصاج. لاحظتوا معي؟ هلا بهالمرحلة بدكم زيت نباتي، ممكن بدكم زيت زيتون، انا بفضل زيت الزيتون الصراحة، بلاقيه صحي وأطيب من الزيت العادي. طبعا بيحب يحط زيت نباتي ما في مشكلة. وكمان هلا اضيف عليها نص كاسة مي لحتى ترجع تنطبخ مع بعضها. هدي النار عليها، وبنضيف نص معلقة بابريكا
نص معلقه فليفله. طبعا انا بحب حد عادي وسطي، اللي بيحب يحط حد اكثر من هيك ما عنده مشكله. هلا كمان بدي اياها تنطبخ مع بعضها بشكل جيد جدا، يعني لا تفكروا استويت، لازم نتركها اقل شيء نص ساعه على النار. طبعا هون هديت النار عليها انا لحتى تستوي عهينته ومهلها. كل ما لقيتوها نشفت رجع اضيفوا عليها شوية مي، لاني هذا الصوص هو اللي بيعطيها النكهة اللي بتكون اياها. واتركوها على نار هادية لحتى تستوي على الاخير. طبعا هي كل ما تمت تحت النار بتعطيكم طعمة رائعة جدا. ملاحظين كيف؟ شايفين كيف عم تغلي ولساتي تيرك على حالة. هلا بدي انتقل للليمون. طبعا في عندي هون حبة ليمون راح اقصرها لاني حمض الليمون كتير لذيذ في قلبها. بسم الله. والشاب العزابي والصبية المتجوزة جديد، هاي الطبخة فيك مثل ما بيقولوا تاخدي فيها 10 من 10. وكمان الشاب العزابي فيه يخيل العالم كله، طبخة سهلة وبسيطة وألز من هيك ما في. خطواتها سهلة وبسيطة، شايفين نص حبة ليمون كمان بنضيفها. وهلا بنضيف الملح، طبعا الملح حسب الرغبة، وبنتركها مع بعضها كمان. وهلا رح ننتقل لفرم باقي المواد اللي رح نحطها بقلب السندويشة. في عندي هون بقدونس، هي طريقة فرم البقدونس، مين بيحبها هيك مثل حكايتي. قد ما فيكم تفرموه ناعم وفرموه ناعم، ما عندكم مشكلة ابدا يعني. في صبايا وشباب كتبوا لي بأحد التعليقات هلا عرفنا وين عم بروح البصل. هلا الصراحة نحن بنفرم البصل بهالشكل هذا لأني هذا الحرف كلياته بيكون يعني مثل ما بيقولوا طعمته قادحة كتير، فلذلك ما بنحطه. انتوا في البيوت فيكم توفروا هذا الامر، يعني ما شرط انه مثلا تعملوا مثل حكايتنا. شوفوا هون عندي كمان هي صارت جاهزه تقريبا، بس بضيف لها شويه زيت زيتون كمان لحتى وقت بدي احط الخبزه ما بس تتعبى مي. شايفين؟ هلا رح نفرم البصله كمان للطعم كتير طيبه. جوانح هاي مشان نزين فيها ونطعمي فيها مثل ما بيقولوا الخبزه وقت نلف السندويشه. شايفين؟ والبندوره في هالاكله هاي يعني كمان اساسيه. وهذا الخبز هذا كتير ظريف، نحطه هيك يا حبايب، ناخذ له شوية صوص ومباشر بناخذ من الطمطومة وبنحط حسب الدلال، اللي بحب يدلل حاله يكتر أكتر من هيك. شايفين؟ شوية بصل، بندورة حسب رغبتكم يعني، وبقدونسات. وهاي أول سندويشة، طبعا الليمون لا ننسى. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هالسندويشة هيك الظريفة؟ راح لفهم كلياتهم ونعزم أهل البيت عليهم. بسم الله. طبعا حسب رغبتكم هون الكمية، واللي بيدفع أكتر كتروا له، واللي دبساته مراق مثل حكايتنا لا تكتروا له. أكلة ظريفة خفيفة وبتدلل حالك، ومثل ما بيقولوا ما حدا بيعرفها إلا شغل السوق. وهي هيك يا حبايب، هيك بصير جاهزة. طبعا هلا مندلل لكم اياها بغير شغلات، بس موضوعها كتير بسيط وسهل.
يعني كل واحد بايده سندويشته، نحط له شويه هيك دلال، وانا بدي اكل اول وحده واعطيكم رايي فيها. بسم الله. والله يا مضيع انا جوعان من كتر الجوع، بدي اخلص السندويشات بعدين انهي الفيديو نرجع لكم، بس خلص السندويشات ثلاثه لاني ما بدي اطعمي حدا منهم. لهون بنقلكم صار الفيديو جاهز، بتمنى ينال اعجابكم. كان معكم الشيف ابو ضياد الدسوقي، وهذا اللايك كثير اساسي، ولا تنسوا لهم الصالح دعائكم، واكتبوا لي في التعليقات شو رايكم فيها او جربتوها ولا لسه، واللي بجربها يعطيني رايه بكل شفافيه. سلام عليكم.